عسل عسل. افتح الكاميرا بقى، افتح الكاميرا، عيب عليك كده. انا قاعد من الصبح بقى لي 4 ساعات، شوفي 4 ساعات نت، الساعه بجنيه ونص، وعلبتين سجاير كوكو بوكس ب10 جنيه، يبقى 26 جنيه. يعني لو بفتح كنز دلوقتي كان زمانه اتفتح. افتح الكاميرا عشان خاطري، بصه واحده واطلع انام. افتح الكاميرا يا منتشر. اصل انا متردده وانا مضطرب. افتحي بقى، افتح عشان خاطري. غني لي حاجه للفنانه لطيفه. سوما ومنديلها الوردي، حكايه جيل ورا جيل ورا جيل، كلهم مستنيينك تفتح الكاميرا يا فشله. افتحي بس. ايه الجلابيه؟ وتفتح الكاميرا اساسي. بس ايه الجلابيه؟ هفتح الجلابيه، هقلع الجلابيه، هقلع. حكاية جيل ورا جيل ورا جيل. ادي الكلام هي عشان ما تبصش. يا راجل افتح الكاميرا بت. حلوة الفانيلا. حلوة الفانيلا، حلوة. عايزة ايه يعني؟ البنطلون بقى يا فتاك. حكاية جيل ورا جيل. البنطلون يا بت. وحياتي عندك يا مورا. وتفتح الكاميرا. وافتح الكاميرا. هات امك. اساسي يا مورا. افتح الكاميرا بقى، افتح الكاميرا. خلاص مفيش، هطلب ايه تاني بقى؟ هقلع ايه؟ افتح. افتحي. جاهز؟ جاهز. يلا يلا افتح. افتح يا بت. اهو منور يا جاد. وحكاية جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل. اتفضل يا سيادة المستشار. شكرا يا سيدي. بالشفا ان شاء الله. قول يا واد يا هشام، ولا هتعمل الظابط عليا؟ يعني اقدر؟ طب ممكن اعرف بقى مالك؟ فيك ايه؟ وشك اخر لخبطه النهارده. والله مخنوق يا بابا. منال مش ناوي تجيبها البر، وشكلها راكبه دماغها. اهدى يا هشام يا ابني، المسائل دي عشان تتحل عايزه هدوء تام، وما تنساش بالعقل كمان. انت عارف يا بابا، انا اكتر حاجه صعبانه عليا هي البنت الصغيره. ذنبها ايه تتبهدل بسبب خلافاتنا دي؟ عشان كده انا بقول لك اهدى، ومفيش داعي تتهور. واذا كان في بينك وبين منال اي خلافات فممكن تحلها بالحوار. مش مع منال يا بابا، مش مع منال. ما انت عارفها انسانة مستفزة يا ابني. يا ابني مفيش حد كامل، والكمال لله وحده بس. وبعدين دي مراتك، اعرف طباعها وحاول تتعايش معاها على ده الاساس. حاولت والله العظيم حاولت، بس للاسف عيبها بيزيد يوم عن التاني لدرجة انه خنقني، وبجد ما بقتش لاقي له حل. يا اخويا انت بس بطل عصبيتك ديت وخليك حنين شوية معاها. حنين؟ يا بابا انا عارف منال اكتر من حضرتك. منال قلبها جامد، قاسية، مفترية، ما بتفكرش غير في نفسها، وللاسف الحنية معاها بتمرحها اكتر. هو من الطبيعي انك تكون عارف منال اكتر مني، لانك انت جوزها اللي معاشرها. والله يا بابا على قد ما عاشرتها كاني ما اعرفهاش. انا محتار، مش عارف اتعامل معاها ازاي. خليها على الله، وربك هو لوحده بس سبحانه وتعالى اللي هيقدر يحل الموضوع ده. ونعم بالله. يلا بقى قوم نام، واضح انك مرهق وشكلك هلكان من اول النهار. هلكان بس يا بابا؟ ده انا مقتول والله. اسمع بقى، انا همشي، يلا تصبح على خير. طب بقول لحضرتك ايه؟
يعني كل واحد فينا قاعد في شقة لوحده، ما تيجي نبات مع بعض ونسلي بعض. لا 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 يا حبيبي، انت عارف ابوك كويس قوي، انا استحالة يجيني نوم برا سريري. يا سيادة المستشار، ما قلت لك 100,000 مرة اتجوز، ولا ما نفسكش بقى في ال اتجوز ايه يا واد يا هشام؟ ما تبص لنفسك وخلص مشكلتك انت الاول. ايوه صح، بقول لك يا سيادة المستشار اوعى تتجوز، نصيحة من ابنك، اوعى تتجوز نهائي. استحالة. واوعى تكون واحدة اسمها منال، انا بقول لك اهو. لا اله الا الله. محمد رسول الله. اتفضل سعادتك، اتفضل. خلاص يا خالي انا اسف، عارف ان اللي انا عملته ده ممكن يبقى جرحك قوي، بس انا كان لازم اقولك الحقيقه، كان لازم تعرف حقيقه. حقيقه تقوم تخدع خالك، تلف على مونيكا من ورايا، تروح لها البيت، فاتتني ان انا اقول لها ما تفتحيش بيتك لحد غريب. قلتم يا خال، قلتم يا خال، يا خال مفيش حاجة اسمها مونيكا، صدقني والله العظيم مفيش حاجة اسمها مونيكا. مونيكا دي تبقى كريم صاحبي وانا بهايدي. كذاب كذاب يا ادم، انت بتداري خيانتك عن خالك علشان تلف عليها برضو. انت فاكر ايه؟ فاكر خالك ده عبيط وساذج وبريالة؟ ما تقولش كده يا خال، بس انا هقولك بقى دلوقتي اللي هيخليك تصدق. هقولك بقى بأمارتي، وريني الدبوس كوكازي يا نيازي. خال والله العظيم انا كنت بهزر معاك، وحياة ربنا كنت عايز اسلي وحدتك بس مش اكتر، وما تخيلتش ان الموضوع هيكبر معاك قوي كده. تسليني ولا تتسلى بيا؟ تلعبني ولا بتلعب بيا؟ ليه هذا بتعمل فيا كده؟ إذا كنت يا ابني بتفوقني وبتصحيني، أنا فوق فوق يا آدم، وعهد الله فوق فوق. متقعدش بقى خير، خايف عليك يا خير. كنت بحلم بمونيكا دي، كنت رازمها في دماغي حاجة تانية خالص، كنت بحسبها سعاد حسني، ما كنتش متخيل ابدا سعاد حسني تبقى بقى. حبيبي ادم. الحق يا ادم. فيه ديسي اللي تشك في لسانه، عمال يعكس هنا في الرايحة والجاية ومحدش قادر ينمه. ديسي